السيدات كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. ديت معكم هنا نيت من الصباح نيت كنجمع هكا الفراش بيت الناس. وهنا نقول لكم ما تديوش هذاك الروينه ديال داك البلاكار اللي قدامكم، راه ولي قلت لكم باغا نحيدو وباغا ناخذ شي بلاكار هكا فيه المجور. على وديت ديك الشوه كيبقى كلشي هكا كنستف تمايا. صافي اختي هكا طرفت البيت دغيا، ماشي شي جميعي، طرفته هكا كندير هاد اميره العرب كتعجبني، البنات كتجي فيها روحه النقاوه كنقول لكم ديما. ماده اختي نيشان هنايا نوجد في طير ديالنا هنا البغرير. صافي درت هنا جوج كيسان ديال الماء، جوج كيسان ديال السميده، نص كاس ديال الفينو، خميره ديال الخبز وسنيده. وهنا البنات عتو مابقاش كيصدق ليا كما كان في الاول، البغرير ناري البنات. عتو في الاول كان كيجيني واعر ومشبك زعما عيني هكا كبارين متقب كبارين وداك الشيء، صافي مابقاش كيجيني كما كان ولقيتها هكا جي زوين. صافي اختي ها هو من بعد مرنا بريري ديال اتاي وهذا البغرير ديالنا. شي وحده تدرتهم هكا صغيورين وفي الاخر صافي اختي عييت وباغا نفطر دغيا، هادو درتهم كبارين. هادو اختي كتاكل وحده كتشبعك بركه من الزواق. صافي اختي هذا هو فطورنا. كبيدات كي دايرين؟ صافا بخير، كلشي مزيان، اموركم هانيه، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير في احسن الاحوال. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد، توحشتكم. غنقول لكم ما تنساوش ديروا جيم كومونتير ابوني البنات اللي مازال ما دايرينش ابوني باش يبقاو يوصلكم كاع الفيديوهات الجداد. مرحبا بكم في هذا الفيديو، توحشت بزاف 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 لي فلوغ، بلاتي نسيت الترجم باش تسمعوني مزيان. توحشت بزاف لي فلوغ، شحال ما صورت معكم هكا دي فلوغ. مهم توحشت بحال هكا، نجمع شويه نطيبو نجمعو نخرجو. فبالنسبه للفيديوهات اللي درت لكم ديال التحضيرات ديال العروسه وداك الشيء عجبوكم بزاف كنشكركم. ولا عندكم شي فكره ديال فيديو بحال هكا باقي خليوه ليا في لي كومونتير. وفي نفس الوقت نخليكم الانستغرام ديالي هنايا لانه بزاف البنات كيبغيو يسولوني شحال هكا في لي فيديو، تيمشيو يصيفطوا لي في الانستغرام. المهم شحال ما شفتوني جامعه شعري، خلي فيك تشوفوني جامعه شعري ياك وما عرفتش شعري هكا مجمع تيجيني زوين، ولكن انا مولفه شعري مطلق اكثر. فاختي لقيتوني دابا فقنا فطرنا الحمد لله، طرفت هكا البيت، مازال باغا ندير شي تخميله كبيره يا البنات، ما عرفتش ندير معكم في هذا الفيديو ولا لا. المهم هذا البيت النعاس والكوزينه فريمون خصهم تخميله كبيره، خاصني غير نسالي اليوم، ما ساليتش، كانوا عندي الدار والدار عامره وداك الشيء ما ساليت كاع باش ندير حتى شي حاجه. ايوا صافي. المهم هايبه لكم هنايا صبروا شويه، واحد الطابلو، طابلو ديال الصالون ان شاء الله باذن الله تو واعر 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 واعر، واخا هي نبقاو نقول واعر حتى الغدا. المهم دوك اللمسات الاخيره ديال الصالون ان شاء الله باذن الله. صافي دابا عندي كلشي، خاصني نقاد كل حاجه في بلاصتها، مازال ليا غير واحد اللعيبه ديال الديكوراسيون كنتسنى حتى توصلني، على الله توصلني قبل ما نفرشو باش نصور لكم كلشي دقه واحده. بزاف ديال البنات كيقولوا لي راه شاركي معنا شاركي معنا، تنقولوا انا بغيت نكمل زعما كلشي، بغيت لي تشوفوا تشوفوا ماشي كلشي كلشي مي بون. بحال مازال عندي انا باغا ندير كوان كافي، دايره غير في المبل تي في دابا، ولكن باغا نديرو لا بوحدو، فهذا كنخليه حتى من بعد ماشي دابا. يعني باقي ناقصني شي تويشيت، ولكن على الاقل مثلا داكشي ديال الديكور، حيت شوفوا الديكور تيلعب دور كبير البنات، كتب عليكم كذاب شتي تكون عندك نفس الفراش وهذا ديكور زايد عليه غير هكا شميعات وطابلو وداكشي وتيبان مختلف على واحد لي سامبل. المهم علينا ما ندخلوش في التفاصيل، خلوني ان شاء الله تنوري لكم كامل. ايوا صافي اختي. دونك كي قلت لكم فطرنا وداكشي قلت انا غادي نخرجوا، ما عرفتش الصراحه فين غادي نمشيو. المهم البارح كنا غنخرجوا وعزتي خرجت لي شي حاجه وقالت لي خليتها لغدا ونخرجك، والبارح قال لي نمشيو نطلعوا على الرباط وداك الشيء. وصح الصراحه ما فيهاش لي يطلع على الرباط، ما اصلا دابا يا الربعه وخرجت تسخر ما جيت المات. المهم انا ما فيهاش لي طلعت على الرباط الصراحه، غنشوف غير هنايا نشوف شي بلايصه نمشيو لها. كوكي كتسمعني كنهضر والدار خاويه، جات كتعرفني مع من تنهضر. عطل البنات فيها واحد تبركيك، واحد البركاكه كتسمع شي باب في الجيران حدايا تحل، كتمشي كتجري وتبقى تحط ودنيها على الباب. وحق الله البنات واحد البركاكه يا اختي، تكون جالسه حداك وكتاكل وكتسمع حتى الهضره في الدروج شي حاجه تمشي كتجري. ايوا المهم قلت لكم دابا غنقاد شويه مكياجي هكا، طراسيتي حجباني هكا فيكسيتهم شويه بالصابون وطراسيتهم وغادي نكمل مكياجي. المهم غادي ندير دابا شويه ديال البناتان. عرفتوا البنات شوفوا انا بالنسبه ليا كانوا شحال هذا كيعجبوني لي فون دو تان اللي كيكونوا غاديين للغوز، واش فهمتوني؟ بحال ديال ريفولوسيون وداكشي كيكون لو طان ديالهم غادي للغوز فهمتو. ولكن مؤخرا ولاو كيعجبوني اللي غادي للصفور، يا فريمون تيبانو واعرين واعرين. شوفوا عمقي كيبان كحل ولكن راهي مع الظل ديال راسي. قلت لك البنات عرفتوا ولاو كيعجبوني اللي تيجيو صفرين بحال هكا كيعطي واحد لافي واعر، عرفتوا تي على العرايسات وداكشي الفون دو طان صفر وداكشي كيعطي واحد لافي زوين. انا كنحسب ليا ما كيجيش مع وجهي، صافي فريمون ولاو كيجوني واعرين. دابا راه دايره غير هاد لونتي ستارن ديال كاتريس صدق واعر البنات الصراحه، الكوفرونس ديالو عاليه والثمن ديالو واقيلا شحال خديتو؟ واقيلا بشي 40 درهم ولا 45 درهم بحال هكاك، ما واصلش ل 50 درهم. واعر البنات والتون ديالو بحال هكا جاي صفر فن. صافي هو اللي درتو، ما دايره الفون دو طان لا والو. وغادي ندير شويه ديال البلاش ديال السر اختي، هذا نديروه في حناكي، عندي واحد اخر مجهد ولا نديروه في فمي، هذاك المجهد اختي كنخاف نديروه في حناكي
يشوهني، غادي ندير فوق عيني هكا شويه ديال فاجو، هذا نيت فوق عينيا ما نكثر شي حاجه هنايا هكا الخطيطات حيت ما ثبتش فوق عينيا، فديري الخطيطات صافي نديرو هكا. عاودوا لي نتوما كي دايرين، اش كتعاودوا فراسكم؟ ما كرهتش كون كانت هنايا في اليوتيوب دايرين داك القضيه ديال انني نقدر نسولكم ولا شي حاجه، بلا ديال الانستغرام تنهضر معاهم كنحطهم داك اللعبه ديال الاسئله تعاودوا لي شنو عندهم، انت تعاود معاهم اللي باغا تعاود لي شي حاجه. هنا في اليوتيوب ما عنديش كيفاش ندير واحد القلاطو، ما كنكرهش اي وحده كتفرج فيا نعرفها كي دايره شنو كتعاود واش عندها شي مشكل نجمع انا وياها، وحق الله قولوا لي عندكم شي طريقه اختي نديروها. ايوا صافي اختي نجمع ندير شويه الاضاءه القدام ديال العين، وكيعجبني في حركه البنات نطلعها هنايا خصوصا البنات اللي عينهم صغارين شتو كتعطي واحد كتوسع العين هكا من القدام. نجيو هنا ونديرو هكا، نديرو ماسكارا ولكن هادي ديال بيكسي شتها واقيلا، نجي نمشو عندي وحده اخرى والعكس باش نمشي نجبدها نقلب عليها لانه عندي كثرت الكرات ديال بيكسي وما عرفاش هي فين كاينه. صبروا باش نجيب الاخرى حيد العكز. ها هي اختي مشيت جبتها، هي واقيلا بحال هادي، هادي صغيوره شوفوا على حاله درت في عيني. عرفتوا ما كنحملش الماسكارا ملي كتكون باقا جديده وكتكون عامره بزاف كتجلخ العين خصوصا هادي، شوف كي ولات تنشف عاد غادي نمسح هادشي. وي على حاله هي زوينه هانتوما. جبت البنات بواحد التجفيفه للدار، ها شوفوا يلاه على وديت هادي جففت او غنطلق دابا البخور. عرفتوا البنات هاد البخور واعر 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 سميتو ترى العود واعر البنات. هانتوما البنات داير بحال هكا، نتوما ممكن ندير منه غير شويه. عرفتوا بحال ريحه داك البنات اللي كيبغيو ريحه الشغف ديال العود، عرفتوا راها بحالها واعر واعر واعر. عرفتوا كندوزو على الدار كندير شويه منه كيدوز ليا في الدار كامله وتبقى واعر. لبست واحد توني، لبست هذا البنات تنخرجوا نصوروا لكم. المهم هو هكا والسريول ديالو الماكياج تاعو جافان عجبني كي جاكم حبيته. العكار درت غير هكا طراسيت فمو، درت البنيطانت الوسط ودرت شويه ديال فازلين عشان جوار. وطبعا اختي غنخرجوا دابا والله ما عارفه فين غنمشيو، ماما خرجوا صافي كبيدات. ماما اختي يلاه دخلنا خرجنا ومشينا شربنا قهيوات درنا شويه، ما صورتش لكم حتى رجعت صورت غير صورت هكا عادي هنا كل انستغرام ترجعت حتى تفكرت حتى هكا ما عرفتش. واحد اللون تيعجبني بحال هكا اللي كيكون ماشي لون واحد كيكون مخلط بين الالوان جاي واعر والله الا جا الماكياج زوين اخصائي. المهم غادي نطيبوا العشاء، بغا نطيب شي حاجه خفيفه عرفتوا البنات ما بقيتش مع تمالي. المهم ما بقيتش قاده على المرقه والطاجين عرفتوا، وقال اكثر من شهر ما كليناهمش حنا نورمالمون كنا كناكلوهم ديما لان الزوج تيبغي المرقه والطاجين، ما عنديش معاه هاد الايام عرفتوا اكثر من شهر دابا. وليت باغي شي حاجه بحال هكا خفيفه، شي حاجه هكا في الفران، شي حاجه كتشبه ساندويتش داكشي، ولكن المرقه الطاجين عرفتوا ما بقيتش قاده عليهم. ايوا صافي غنوضو ندير شي حاجه هكا زوينه وسهله وبسيطه تشبع اختي. عرفتوا البنات غندير حتى واحد الكيك هكا كيجي دوك ثلاثه ديال الطبقات عرفتو شفتو تشهيتو وجاوني فيه شي مقادير كثارين. المهم غنديرو نقدر على حيت لاكم عارفين هذوك سميتو كيبغيو شويه يبقاو في الثلاجه. المهم غنديرو اليوم كفا ليا الوقت في الثلاجه وشت فراسو غنوري ناكلو نيت اليوم ونوري لكم اليوم كيفاش غيجي، ما كفاش غدا ان شاء الله عاد نوريكم كيفاش غيجي وناكلو حتى حنايا. المهم عطو البنات سهل سهل هذا الفيديو غيجي فيه الوصفات الطيبه اختي كثر. المهم كل فيديو شي فيديوهات كنبقى عليكم غا سياق وتجميع وداكشي، شي فيديوهات كيكون فيهم ماكله بزاف. المهم اختي انا غادي نوض دابا نقادها وخليكم معايا. وهنا الكبيدات صافي نقادو العشاء، غنديروا واحد الشلاضه ديال هكا بطاطا المهم كتجي زوينه الشلاضه زوينه نتوما تشوفوا معايا. وهنا الزوج كيطيب السوسيس حتى هو معاه وكيدير هو بواحد الطريقه كيجي زوين عرفتو، كيطيبو بلا زيت بلا حتى شي حاجه بحال غير كيصوطيه وبلا زيت بلا والو عرفتو كيجي واعر. تيقول لي صافي هذه خليني انا اللي غنطيبها، فهو هنا اللي كيقادها وانا كنقاد الشلاضه. دونك انا سلقت بطاطا وهنايا عاد تنقطعها ودرت ديجا لي بات يطيبو، درت شويه شويه من كل حاجه فريمون كتجي بنينه البنات بزاف.
هنا مور ما سلقتها البنات غادي نزيد بواطه ديال الطون، غتوصل لي داك الطون الكبير البنات والله الا كان نافع يعني، هذا خاصني نعاود ناخذو. من بعد هنايا سلقنا غير واحد جوج بيضات هكا، زدتهم هكا قطعهم زدين دوائر هكا وزدناهم. غادي نزيدو هنايا لاصوص، لاصوص البنات انا غنصاوبها هنايا كتشي فريمون واعره واعره واعره، جربوا ردوا عليا في هاد الشلاضات. هنا درت انايا جوج ثلاثه المعالق كبار ديال المايونيز مع واحد جوج معالق ديال دانون مسوس، زدت شويه ديال الربيع، شويه ديال الملح، شويه ديال الابزار، شويه ديال الخل، وغنزيد حتى الخل ديال الحامض. تقدروا ديروا نتوما مثلا واحد شويه ديال الحامض، كاين اللي كيزيد فيها الثومه، انا ما كتعجبنيش داك الثومه ملي كتكون خضراء ما كتعجبنيش بزاف. وعطيت البنات صافي درت فيها كلشي ودرت هانيت هنايا في الميكسر باش نميكسيها. عطيت البنات كتجي واعره هاد لاصوص، جربوها وكتجي الشلاضه ديالكم غارقه في لاصوص، وكتجي احسن من انه كديروا المايونيز بوحديتها. وهذا اختي هو عشاؤنا السهل المتواضع، شليضات البنات ديروها بوحديتها تاكلوها كتجي زوينه وكتشبع بزاف. هذا هو الصوصيص ديالنا اختي، حتى شي مره نقول اصديق يعطيكم الطريقه فريمون تيجي واعره البنات ما تشبعوش منه. صافي اختي، وهنايا البنات انا الكيكه ما درتهاش لانه ما كفانيش الوقت في العشاء، فقلت غنخليها حتى لغد لي. دونك هنايا لغد لي فقط نيشان باش نديرها هي الاولى باش نخليها في الثلاجه. دونك اول حاجه الطبقه التحتانيه غنديرها انا ديال الكيك. فهنا خديت هي بيضه، راه البنات اقتصاديه، خديت بيضه وحده نص كاس ديال السنيده، يعني نص كاس نص كاس ولا نعبروا به كلشي. بيضه هنايا نص كاس ديال السنيده، قبيصه ديال الملح. صافي طلعت هذيك البيضه مزيان مع سنيده، ومن بعد زدت نص كاس ديال الزيت، نص كاس ديال الحليب، وغادي نعاود ثاني نخلط كلشي. غادي نزيدوا البنات فانيا او ساشي ديال الكاكاو اولا معلقه كبيره ديال الكاكاو المر، وغادي نخلطوا كلشي وزدت الطحين. صافي نيشان درتها البنات الطيب، وهنايا كنوريها لكم فريمون البنات جات واعره. شوفوا غير بيضه وحده وداك كيخرجاتها، عرفتوا فريمون جات مفشفشه البنات الكيكه. انا درتها في هذا المول لانه هو باش غنصاوب به سميتو، هذا المول ما عندوش لتحت ديالو. صافي هنا كنوريها لكم هكا من جناب، جات يعني راه جايه عاليه ماشي زعما رقيقه، وجات واعره البنات. هذه زعما نعتمدها هكا في بحال هاد لي كيك كتجي زوينه. صافي هنايا البنات درت انا تحت منها هذيك اللعيبه، داك اللاطه كان عندي فيها الكيك ديزاين وخليتها حيت غنحتاجها. هنا البنات بالنسبه للطبقه الثانيه خديت نص سيترو ديال الحليب بالضبط ياكو، مع جوج فلون ديال الكراميل بلا سكر، وزدت هنايا واحد 4 المعالق ديال السكر. غادي نزيد هنا واحد 3 ديال المعالق ديال الكريم باتيسيير. صافي وغنخلط كلشي وغادي نديرها فوق البوطه تعقاد. اون فوا البنات هانتوما درتها فوق البوطه راه باينه شدات في راسها ولات كريمه. هنا البنات تقدروا نتوما تكتفيو بها بحال هكا، تخليوها غير بحال هكا، وتقدروا تزيدوا عليها. انا زدت هنايا جوج ديال دانون ديال بيرلي، تقدروا تزيدوا جبلي، تقدروا تزيدوا اي فرماج هكا ديال كيجي بحال هكا الكريمه ولا شي حاجه بحال هكا، ولا عاوتاني تقدروا تكتفيوا غير هكاك بديك الكريمه ديال الحليب والكريم باتيسيير، وداكشي راه كتجي فريمون زوينه مع الفلون. صافي هنا انا البنات درت هذوك جوج بيرلي وزدت لهم حتى واحد المعلقه ديال القهوه سريعه الذوبان، وعطو جات واعره. عطو الطبقه البنات ما تشبعوش منها. صافي خلطت كلشي مزيان، وغادي نديرها نطلقها فوق الكيك ديالي البنات. غادي نطلقها مزيان مزيان وغادي نخشيها في الفران نخليها. دونك هنا البنات نسيت ما قلت لكمش البنات، الكيك ملي كنت خرجته من الفران وهو سخون سقيته بواحد نص كاس ديال الحليب مع شويه هكا ديال الكاوبيل، فريمون كيجي زوين البنات الكيكه ملي كتسقى ثاني كتجي فتيه. صافي البنات كديت الطبقه وخشيتها اختي في الثلاجه خليتها على ما نصاوب الطبقه الثالثه. الطبقه الثالثه البنات خديت فيها شويه ديال الحليب، نتوما عينكم ميزانكم، ومعلقه كبيره ديال الزبده. قيدوا البنات هاد المقادير حيت ما غتندموش عليهم، وجربوها راكم كتجربوا الكيكات ديالي وكتشكروني. درت كي قلت لكم معلقه الزبده والحليب حتى سخنوا مزيان، وزدت عليهم هنا شويه ديال الشوكولاط، وزدت عليهم دانون ديال الشوكولاط. صافي عقادو هكا وحيدتهم، درتهم فوق الكيكه ديالنا تتكون الطبقه الثانيه شدات راسها مزيان. صافي وطلقتها هنا مزيان وخشيتها البنات في الفريكو. وهذه هي الكيكه ديالنا البنات. انا من بعد زوقتها هكا بالباستا ديال الشوكولاط، فرتتها وحكيتها يا ربي، وزوقتها هكا بالجناب دردرتها، وانا الزوج طبيعه الحال درت هو داك اللمسه ديالو، دار داك اغ زعما الوسط ديال سميتي دار الوسط، وجات فريمون زوينه. انا البنات هانتوما راه ما جاتنيش مرسومه من جناب لحقاش هذاك المول اللي عندي درت فيه هذاك الورق ديال الفران، ولكن شوفوا البنه راه يا سلام، وتا الشكل راه زوين. جربوها وردوا عليا.
وباش نكمل نهاري اختي مزيان ضروري مورا تمره وكلشي ناخذ بواحد تحمحيمه ماشي تدويشه تحمحيمه ديال القلب. وجدت اختي هنا الحويجات ديالي وجدت البيجامه ديالي صافي وغنوجد هكا لي برودوي ديالي كلشي كنوجدو قبل ما كندخل الحمام. هنايا خديت زيت ديال جونسون هو اللي كان تنبغي اختي لحمي كنرتاح فيه واخا مابقيتش كناخذ لا كريم بزاف حيت وليت كنبغيه هو اكثر كيجيني كيرطب احسن. صافي كريم ديال الوجه هذه كريم مرطبه هكا اليدين والرجلين وهذا البنات صراحه ديال الجسم غير انا كندير جونسون حسن. هنا تاع البغيومه البنات ديال ناتور اسوان حتى هي واعره ديال الورد خطيره اميره العرب الغوز طبيعه الحال مورا الدوش كتعطي داك الريحه ديال النقاوه ستيك سيروم. ودخلت اختي الحمام ضربتها باحسن تحمحيمه اختي حكيت التبريمه ديالي وقول ما حكيت. صافي البنات بالنسبه لي برودوي اللي كنستعمل هكا في الحمام راني شاركت معكم ديجا غادي نعاود هنا نوريكم الشامبوان ديالي كنستعمل هذا ديال ريل ماكاداميا مع الماسك ديالو البنات التبريمه اختي والكيس هذوك راه ضروري منهم. انايا هذا الجل انتيما البنات ديال صافو غير كنشكر لكم ديما فيه ريحه زوينه فريمون زوين الثمن ديالو مناسب. هنا البنات هاد اول مره كنت غادي نجربو يلا شريته خديته من مرجان واقيلا هذا ديال فايز جل الدوش البنات زوين عطو فيه ريحه ديال الكوك زوينه غير هو ريحته في الدوش راه كاين ولكن كتخرجي من الدوش راه ما كيبقاش حيت على حسب الثمن ديالو راه داير بشي 15 درهم البنات ولكن زوين الصراحه زويون الريحه ديالو زوينه. صافي اختي هنايا هاد لاموس ديال الحلاقه صافي مورا اختي خرجت رطبت الجسم ديالي ولبست بيجي مشات وما كاين ما حسن البنات دارك نقيه مطيبه كلشي لابسه بيجي زوينه نقيه لحيمتك مرطبه رويحه فيك زوينه وتجي تجلسي وتشربي شي كويس القهوه والمانطا والتلفازه يا سلام. صافي رطبت الرجيلات البنات وزدت هاد الكريم غوز كيعطي افي هكا غوز للرجيلات اختي تقشرات ضروري باش يبقاو الرجيلات مرطبين رجعي اختي الصيف وغنحتاجوهم. اختي احسن تدويشه يا البنات والله ما نكذب عليكم شحال من دوشتي تدويشه هكا تو فريمون كندخل تنعقد على راسي كنبقى اختي بشويه عليا حتى يقول لي طانطو دراسي ونخرج من الدوش. اصلا البنات واحد الحاجه كتعجبني بزاف في الدوش لا في الدوش ولا في الحمام فين ما مشيت كنديرها كيعجبني نبقى نطلق الماء مسخون على ظهري واه واحد الراحه واحد الراحه واحد الراحه واحد الراحه ديما كندوش كنسالي وكنبقى جالسه في الدوش كنطلق عليا المسخون على ظهري كنرتاح بزاف. ايوا صافي اختي المهم شعري غادي ندير ليه شويه ديال السيروم غادي ندير ليه شويه ديال السيروم وغادي نزيد الويلي الفوطه نخليه يزيد ينشف شويه عاد نشفو. المهم درتي شويه ما درتش بزاف حيت كنبغي نعاود نديرو قلت لكم ملي كنشفو كنبغي نعاود نديرو. اما اختي شوفوا لي هاد العينين كي دايرين كي الباندا وليت كنشبه الكوكي بهاد العينين. هذا سميتو الماسكارا اللي درت معكم البارح البنات ديال بيكسي حالتها ويامها حالتها ويامها قلت لكم البنات هذيك الماسكارا اللي درت معكم البارح عرفتوا حالتها حالتها يا البنات خايبه بزاف. انا حسب لي بحال الكبيره ديك بيكسي الكبيره اللي عندي اللي كندير ديما ساعات الصغيره ماشي بحالها توقع لي واتر بروف مضاد للماء حتى البنات وطيبت عينيا عرفتوا شحال من مره غسلتهم بالغسول شحال من مره مسحتهم هكا شوفوا والله ما بغيت حيد هذ الكحوله اللي تحت عينيا طيبت عينيا كاع ماما دايره رطب شويه وجهي اختي ماما رطبنا الجسم ديالنا مورا الدوش كيعجبوني بحال هاد النوع الفيديوهات البنات كيكونوا شاملين فيهم شويه ديال الطياب شويه ديال العنايه شويه 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 ديال الحداقه المهم شويه من كل شيء كتكوني امراه شامله. ايوا صافي اختي مهم ترطيب خصني شويه نشف شعري نقدر نخرجوا انا والزوج. ايوا صافي اختي ماما طولش عليكم نتوما الفيديو غادي نزيد ندير شويه ديال البنات انت اختي ندير علينا شويه ديال السر هم دابا ولاو عندي هذاك اللي كان عزيز عليا قرب يسالي وليت عندي عرمه يلا كنجربهم باش نشوف شكون اللي زوين. ويلي 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 ندير لنا شويه ديال السر نبقاو بيضين ولا صفرين ندير حتى شويه هنا صافي اختي ما بغيتش تثبت لي الفوطه وانا نحيدها صافي اصلا نوض نشف شعري ما ننساش اديداتي عرفتوا البنات هذا الكريم ريحته فنه بحال الريحه ديال لي بيبي شي كريم ديال لي بيبي هذا غليسوان ديال ناتور اسوان واعره البنات ريحته فنه. واعر او نتعطر اختي شي شويه واخا ديجا كندير ولكن كنزيد اختي
صافي البنات، ودابا اختي غادي نوض نشف شعري ونسالي معكم نتوما هذا الفيديو هنا باش ما نطولش عليكم الفيديو. ديجا الفيديو جا جمع شحال من حاجه، كنتمنى تكونوا عجبكم هذا الفيديو، كنتمنى ما تنساوش من الاعجاب ولا كومونتير، خليو لي بزاف ديال الاعجاب وبزاف ديال لي كومونتير. خليو لي عندكم شي افكار للفيديوهات بغيتوهم خليهم لي في لي كومونتير، ونقول لكم سلامه، نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله، وتهلاو في راسكم.